سيتم ضبط آجال تنفيذ مخطط لإنعاش الاجتماعي والاقتصادي حسب الأولويات والتكفل اللازم للمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه. قرارات لإنعاش الاقتصاد الوطني أعلن عنها الوزير الأول عبد العزيز جراد في اختتام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي. قرارات الغاية منها تصحيح الاختلالات وإزالة حالات الانسداد التي ميزت العهد الماضي في إدارة الشؤون الاقتصادية. فيما يخص المجال الجبائي، فقد سلطت الحكومة الضوء على مختلف الإصلاحات التي ينبغي تنفيذها على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد ورقمنة الإدارة الضريبية، مما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال. إصلاح وعصرنة النظام المصرفي والبنكي الذي يشكل حجر الزاوية لنجاح أي إصلاح اقتصادي. مراجعة القواعد التجارية من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المجحفة في حق بلادنا. العديد من الورشات تم تنظيمها على مدار يومين أسفرت عن توصيات قدمها المتعاملون الاقتصاديون لإثراء مخطط الإنعاش الجديد، مؤكدين على ضرورة تجسيد القرارات ميدانياً. الاقتصاد أيضا إذا أردنا أن ننعشه، إذا أردنا أن نوفر له آفاق تطور، يجب أن يكون مبني على المعرفة، وإذا كانت المعرفة هي القانون فإن الستارتاب هي المنهج المثلي الذي يجب أن نتبعه لكي نحقق هذه القفزة المعرفية. كاع واش نقال كاين ان كونسنسوس عليه، يليق ليفيكاسيتي، يليق الموارد البشرية، يليق ان كادر استراتيجيك، ومعاد كاين دي بروجيكسيون رياليست كاع في كلش في الديفلوبمون هذا اندستريال، في لوتيزاسيون دي تكنولوجي نوفيل، كاع الامور يا ان كونسنسوس. لو بوتونسييل راهو هنا، حنا قادرين بربي ان شاء الله قادرين نسلكوا، ولكن واش قلناه لازم نديروه. مرتكزات اقتصاد جديد برؤية مغايرة تخضع لجدول زمني حدده الرئيس تبون في 3 مراحل، رؤية تشترك فيها الحكومة مع المتعاملين الاقتصاديين لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الريع النفطي.